الحاج عبد الله، قول لي كده اغلب المشكلات اللي بتقابلكم واللي بتؤرقكم دايما وموجوده معاكم. والله احنا عندنا المشكله هنا عمليه الشوارع الاول، وبعد كده شارع المستشفى وشارع الزهراء، في مشاكل كتير فيه بالنسبه للبائعين اللي موجودين في هذا الشارع، ومش مدين اي مجال لحد يعدي، وكانه مشتروه ملك ولا حدش، والناس كلها زعلانه من كده، وكل ما تنزلهم الشرطه يرجعوا تاني. ودي عايزين تشوفوا لنا مشكله فيها الحل دي، يعني لازم تشوفوا لنا حل. دي منطقه كبيره من عدد السكان كتير، ما ينفعش اللي يمشي يقعد ساعه علشان ما يركن عربيته ما يمشيش فيها. وبعدين ما نعم عن كده، المشاكل كل ما تتكلم مع حد يزعق، والتاني قاعد اللي حاطط له حاجه، اللي حاطط له شومه، يعني مش عارفين نعمل ايه معاهم. ونرجع موضوعنا تاني برضو، الشارع اللي زي ده شارع متكسر، مش راضين حتى يسفلتوه ولا يحطوا لنا شويه بتاع ده دكشوم اي حاجه عشان نعرف نعدي فيه. الحاجه الثالثه الميه الصعبه عندنا جدا، ناس الغلابه دي. طب انا قادر مش عارف. طب وغير يعني النهارده لما تشوفها الوصولات اللي جياني دي، اهي الوصولات اللي جياني دي في الشهر 600 و700، هل ده يجوز؟ والكهرباء، طب ده اللي ساكن له في شقه ده، واخد له شقه ايجار ولا واخد له شقه اي حاجه، هيجيب لها منين؟ يعني هيجيب لها منين الايجارات دي؟ هيجيب لها منين الفلوس دي؟ وبعدين تكلم يقول لك والله هي الحكومه اللي رفعت، يعني هم ما لهمش دعوه، يعني المعنى من الحكومه، يبقى الحكومه اللي بتاذي شعبها. طب احنا مع الحكومه واحنا اهل الحكومه، واحنا اللي بيزعل الحكومه بيزعلنا، وعايزين بلدنا نقول ماشي سنه شهر اتنين نقف مع بلدنا، وعايزين بلدنا تقف على رجليها، بس مش كده. طب ما تظلمنيش، لا تظلمني. ان شاء الله هنعرف المشاكل دي على سياده النائب، ولكن خليني انتقل ليك استاذ هاني. قول لي اغلب المشكلات اللي بتقابلكم. هو بالنسبه لمشكله القمامه من المشاكل اللي بتقابلنا هنا في دايره العمرانيه، انا شايف ان مفيش صناديق زباله موجوده، الناس كلها دلوقتي بترمي في الشارع. المنظر مؤذي للعين ومؤذي للصحه، ان كل ما الزباله كترت في الشوارع كل ما الجراثيم انتشرت والبكتيريا والكلام ده كله، فبنلاقي ناس مريضه بسبب الحاجات دي. يعني انا مش عارف، هي انا شايف ان مشكله الكمامه موجوده في الدايره بتاعتنا وفي كل الدوائر كمان اللي في مصر، فهي عايزه حل جذري من فوق. الموضوع بسيط جدا، وكل الدول العالم متقدمه، بنروح بره ما بنلاقيش زباله، بره ما بنلاقيش حاجه. طب ليه هنا احنا مش عايزين نحل المشكله؟ ليه سايبينها كده؟ يعني المشكله بسيطه، يعني ممكن يتوفر صناديق كمامه، ممكن يتوفر في افكار كتيره ان احنا ندور الزباله بشكل البلد تستفاد منه. هو يعني بيقول لك مثلا صناديق الزباله بنخاف ان هي تتسرق، طب ممكن يعني نعمل افكار جديده بدل الصناديق. يعني انا سمعت ان مثلا في المانيا عاملين الصناديق تحت الارض، حاطين الصناديق تحت الارض، تيجي العربيه تشيلها بطريقه معينه، فالعين ما بتشوفش الزباله خالص، وما بنعملش تدوير ليها خالص. فدي برضو مشكله تانية. المشكله الثالثه الزباله بتنزل على فاتوره الكهرباء، ونلاقي ناس كتيره جايه لها 20 جنيه في الشهر زباله، ومفيش حد بيجي لهم. ما احنا في الاخر اساسا احنا بناخد الزباله بايدنا كل يوم وننزل نرميها. فطب انت وفرت لي ايه عشان اديك فلوس مقابل الخدمه دي؟ مفيش الخدمه دي موجوده. فدي هي اكتر حاجه يعني بتقرقنا. صح. انا بشكرك جدا استاذ هاني. استاذ محمد، قول لي اغلب المشكلات اللي ممكن تكون بتقابلكم هنا ايه؟ ومن اكتر المشكلات اللي بتتكرر معانا هي مشكله الصرف الصحي، بتتكرر باستمرار في العمرانيه. ممكن تكون من اسباب المشكله نفسها ان هي شبكه الصرف الصحي ما كانش متخطط لها ان هي تخدم على الاعداد الكبيره اللي موجوده في العمرانيه دلوقتي. بيبقى في محاولات فعلا ان المشكله تتحل من المسؤولين، لكن مش حلول جذريه. المشكله بتتكرر تاني بعد فتره وبعد فتره، بس حل مؤقتا، حلول مؤقته. المشكله صعبه وبتعرق ناس كتير، وتكرارها بيعمل ازمه للناس.
هي بنعمل مشاكل، في مشاكل تانية كتير بس هي. طيب انا عايزه بس اسالك على حاجه، بما انك شاب صغير قول لي في ممكن مشكله تكون موجوده بتخص الشباب مثلا؟ هو معتاد في المشاكل بتاعه الاحياء اللي بتبقى شعبيه وفيها كثافات سكانيه عاليه، ومشاكل مصر عامه بتخص الشباب في كل حته مش في عمرانيه بس. هي مشاكل عشوائيات، بطاله، الزحمه الشوارع، البياعين. تمام، بشكرك جدا استاذ محمد، بشكرك جدا.